خلاص كريم، عبد الله نسي حاجة؟ لا يا خالتي، عبد الله مشي خلاص. أنا بس كنت عاوز نادي. عاوزها في إيه يا سكرين؟ يعني عاوزها في حاجة كده. ماشي، هصحيها لك. اقفل الباب وراك وادخل. نادي يا نادي يا بنت، البنت ما بتردش. سيبك يا خالتي. لا نادي، افتحي يا نادي. نادي افتحي، تكسر الباب يا سكرين. نادي يا رب، نادي لو النبي يا رب، لو النبي يا رب. استرها معانا يا رب، وحياتها بك النبي ما تقول علي عليها يا رب. يا ما قلنا ان شاء الله هتبقى كويسه. سكرين، اوعى تكون يا اخويا كلمت اخوها وقلت له حاجه. لا ايش يا خالتي؟ طمنها دكتور والنبي. ادعوا لها ربنا يغفر لها ذنبها ويسامحها.